صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 58 لسنه 2024 بنقل سفراء فوق العاده مفوضين الى وزاره الخارجيه وذلك بناء على توصيه وزير الخارجيه وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه. ينقل الى وزاره الخارجيه كل من السفير عبد الله ربيع سعيد رئيس البعثه الدبلوماسيه لمملكه البحرين لدى جمهوريه السودان السفير عبد الله فيصل جبر الدوسري رئيس البعثه الدبلوماسيه لمملكه البحرين لدى مملكه بلجيكا